عايزين بقى ننتقل لملف آخر، وهو البعثة المصرية اللي أنهت مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. طيب حصلت على كام ميدالية؟ حصلت على 7 ميداليات، 5 فضة وبرونزيتين، عشان تكون في المركز 61 بين جميع البعثات، وفي المركز الخامس مفروض بقائمة أفضل النتائج للعرب بعد الجزائر صاحبة 10 ميداليات، 4 ذهب وفضيتين و4 برونزيات، تونس 9 ميداليات، 3 ذهب، 4 فضة وبرونزيتين، الأردن كمان صاحبة 3 ذهبيات والبرونزية الوحيدة، المغرب اللي كمان توجد بميدالية ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين، والإمارات اللي حصلت على ذهبية واحدة ومثلها كمان برونزية. البعض عايزة برضو أقول عشان الكلام يبقى واضح اللي قيل، يعني البعض قال مش هي دي النتائج اللي احنا كنا يعني متوقعينها. لو كمان قارنا طوكيو 2020 بريو، كانت ريو تقريبا أو تحديدا 12 ميدالية، طب ليه ده حصل؟ طب ليه احنا؟ ايه المشكلة؟ ايه التقصير كان فين؟ ايه المشاكل اللي واجهوها؟ طب يا جماعة احنا يعني ليه كده نتائجنا؟ الكلام ده كله هنرده او هنرد على حضراتكم بيه بكرة ان شاء الله، لان هيبقى معانا اكيد مداخلة من البعثة. احنا كنا بنحاول النهاردة نجيب يعني حد معانا على التليفون نتكلم في بعض هذه الامور يعني وعلامات الاستفهام، ولكن هم دلوقتي راجعين خلاص في المطار، فصعب جدا ان احنا يعني نتصل بيهم او ناخد تصريح. فعلى كل حال بكره ان شاء الله نحاول ان احنا نتواصل معاهم ونعرف يعني هل كان في مشكله ولا تقصير ولا غيره. احنا عندنا ابطال، يعني احنا عندنا كوادر، مش القصه ان احنا برضو هنروح نمثل تمثيل مشرف، لا انت عندك وتقدر وعملت ده قبل كده، فليه السنه دي او هذه المسابقه هذه النسخه انا ما حققتش اللي انا اقدر اوصل له؟ ف على كل حال الحمد لله على سلامة، يعني إن شاء الله هيوصلوا بقية البعثة، فرحانين بيكم، لكن نعرف إن أنتوا كان ممكن تعملوا أو تبدوا أكتر من كده. هو ده الكلام أو هو ده الفيصل اللي إحنا بنتكلم يعني بشأنه، كنا ممكن نحقق أكتر من طبعا كده. طبعا، وبعدين للأمانة هو مش إن إحنا اللي عندنا طموح مبالغ فيه، أولا هو طموح مشروع كده كده، ثانيا مبني على ثقة في أولاد وبنات مصر اللي قبل كده قدروا زي ما نهواند بتقول، يعني مش مثلا ايه بنامل في ان هم يقدروا، لا ده هم قدروا وعملوا وحققوا ونفذوا ده قبل كده في اكتر من دوره بارالمبيه سابقه. والحقيقه يعني النتائج او المحصله النهائيه مش مرضيه، تعالوا نسميها كده مبدئيا لغايه لما ايه بكره على رايك نتكلم بقى في التفاصيل. بس هو على كل الاحوال يعني بكده وبعد انتهاء البارالمبياد في طوكيو الاجمالي بقى وصل عدد ميداليات البعثات المصريه في تاريخ مشاركتها في الدورات البارالمبيه الى 184 ميداليه، وكانت الحقيقه يعني انجح المشاركات كانت في دوره اتلانتا سنه 96 لما وقتها الفراعنه توجوا ب 30 ميداليه مختلفه، كان وقتها من بينهم 8 ميداليات ذهبيه، كمان سبق ليهم التتويج ب 28 ميداليه في سيدني 2000 و23 ميداليه متنوعه في اثينا 2004. طبعا كلنا اكيد كنا نتمنى ان الدوره دي على الاقل نرجع من خلالها بميداليه ذهبيه واحده يعني حتى للذكرى العطره، لكن هنقول ايه يعني ده حال المنافسات، وان شاء الله ان شاء الله القادم يكون احسن. احنا بنتطلع لباريس 2024 وما عندناش ذره شك في ان اللي حصل ده هيتم تداركه وتامله وتفنيده كده عشان نشوف على رايك يا هواد لو في قصور في شيء معين بالزبط. نكمله، لو في عطل في حاجه نصلحها، وده على المستوى الاولمبي والبارالمبي طبعا. يعني احنا بنتكلم في الاثنين باذن الله، يكون في يعني ميداليات ورانكينجز وميداليات وعفوا وبطولات افضل من كده، يعني هو ده اللي احنا بنأمله. مش عايزين ان احنا نقعد نقول برضه التمثيل المشرف، التمثيل المشرف ماشي، بس يعني احنا نقدر، القصه ان انت تقدر، انت بتزعل ليه يا كريم؟ عشان انت تقدر. يعني اقول تمثيل مشرف اقول حلو قوي كده، عارف اقول لك حلو قوي كده، لا هو مش حلو قوي كده، ليه؟ لان احنا نقدر نجيب احسن من كده، لو ما نقدرش نقول حلو قوي كده، بس احنا عندنا الكوادر وعندنا الاهتمام اللي جاي من اعلى الدرجات، فان شاء الله خير واللي جاي يكون افضل في باريس يعني 2024، لان احنا نستطيع، هي دي النقطه كلها. انا هو ده، انا بنتمي لجيل حضر ازمنه سابقه، اتربينا وجدانيا على الجمله المستفزه دي اللي هو تمثيل مشرف، مفيش بطوله شاركت فيها في ازمنه غابره غير لما رجعنا بتمثيل مشرف. طب وبعدين عايزين نرجع بقى بميداليه مشرفه درع مشرف حصل وهيحصل، احنا عايزين المزيد باذن الله في الفتره اللي جايه.